اتفاعل مع العيان، احاول اوصله صوته بعد العمليه بتبقى شكلها ايه. مفيش حاجه اسمها عيان اتشفت كله كده. ومهاره الطبيب تاتي في الدور الثاني. كلمه واحده بقولها للعيان، انت يهمك جسمك وانا يهمني اسمي. الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكليه الطب جامعه القاهره، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه للتجميل والحروق، عضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل. اهلا بكم. في عالم التجميل في نقطتين مهمين جدا جدا غايبين على كثير من الناس. اولا، عندما يحدث خطأ ما في عالم التجميل، احنا في مصر هنا بنبروزوا هذا الخطأ على انه هو ده عالم التجميل، وده فكرة غلط. الكلام ده بيحصل في العالم العربي وعلى فكرة في العالم كله. تعرفين كم عملية تجميل؟ في اي نوع من التجميل بيحصل الاف بل ملايين العمليات، ان لم اكن كاذبا على مستوى العالم، وفي مصر مئات الالاف. ممكن عملية ما تطلعش جيدة. ليه؟ لأسباب. الأسباب هي اولا ان احنا بعض المراكز او بعض الاماكن الغير مشرف عليها من منظومات طبية محترمة، يعني مفيش اشراف طبي مباشر عليها، مفيش دكاترة هم اللي بيسيطروا عليها، مش ملاك دكاترة. الطبيب في الاخر عنده حاجتين مهمين، او عنده الضمير المهني وعنده خوف على سمعته. الكلام ده مهم جدا. اي دكتور كده، اي حد مش دكتور هتلاقي عندوش خوف على الضمير المهني، ما عندوش ضمير مهني، وما عندوش مشكله في الريبيتيشن، هو ما هو اساسا مش دكتور. فلما مش دكتور يحط ايده في المجال الطبي سواء كمستثمر او كصاحب مكان، هنا هتبدا المشكله، هنا هتبدا الخطوره. الخطوره كمان انه هو ما عندوش تقييم للمهاره، ما عندوش تقييم للخبره، هو شايف الاطباء اطباء طالما لابسين بنط ابيض خلاص، ما عندوش بقى ده خبرته قد ايه وده خبرته قد ايه. والخبرات على فكره تختلف حسب البرانشات وحسب التخصصات. يعني في الجراحات، في جراحه زي جراحه التجميل، الخبره شرط اساسي. ما ينفعش ان انا امد ايدي في عمليات معينه زي الانف او تجميل الثدي او شفط الدهون. يعني معظم عمليات التجميل على فكره عايزه خبره، عايز ان انا اقف كراجل تاني جنب راجل اولاني عنده خبره فاتعلم منه. المساله دي في التجميل، في جراحه المخ والاعصاب، في العيون، في الناس اللي مش عايز انسى حاجه، في جراحات العمود الفقري. لكن احنا هنا في مصر عندنا الحته دي مش واخدين بالنا منها. ممكن قوي احنا يعني الخبره دي تكون اقل شويه في مجالات اخرى جلديه مثلا، ولو ان الجلديه محتاجه خبره، بس طبعا مش زي جراحات التجميل. انا بتكلم بمنتهى الصراحه، ويمكن ناس تزعل من كلامي ده، بس اللي يزعل لازم ينتبه لنقطه مهمه جدا، انه لو المركب غرقت، وهنا المركب يعني السمعه، لو تاثرت الطب المصري كله هيتاثر. فهينسب الخطا مش للي عمله، لا، هينسب لعالم جراحه التجميل. ازاي نحط ايدنا على المشكله وجت منين وفين العيوب وازاي نتلافيها، وده مع عنواننا النهارده في واحده من حلقاتنا المثيره الساخنه للغايه، وعنوانها على فكره مثير جدا، الاخطاء الشائعه. الشائعه دي جت منين؟ وازاي بقى الخطا ده فعلا خطا ولا كومبليكيشن طبي محتمل، يعني مضاعفه طبيه محتمله موجوده في الكتاب؟ ده اللي هنفهمه مع ضيفي العزيز، القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير والكاريزما الخاصه، وطبعا واحد من اصحاب الاراء الشجاعه ما بيخافش من انه يقول الحق بشكل صادم وواضح جدا، وده عهدي بيه بسبب الاكاديميه وبسبب طبعا انتمائه للقصر العيني، اللي بطبيعه الحال القصر العيني بيميل الى المصارحه المباشره، ده طبيعه المدرسه دي. ضيفي العزيز الاستاذ حاتم الصحار، اهلا بك. اهلا بك. طيب، وحشتني جدا. انت اكتر والله. معلش انا كنت يعني منطلق، وانا سايبك تجي. حاسس يعني موضوع مهم جدا 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 جدا. اصل للاسف اللي مش فاهم يروح جاي قايل لك ايه؟ عالم مش عارف الشفط، عالم التجميل بيحصل فيه مش عارف ايه، تمام. وكل يوم تسمع حوادث يقول لك مش عارف. طب يا جماعه مين اللي عمل بقى الكلام ده؟ هتلاقي مراكز او حاجات صغيره او حد مش مختص في الموضوع او الكلام ده كله، هو اللي صاحب هذه المشاكل كلها. وعلى فكره مشاكل وقعت لناس كبيره. ده في اماكن يعني بيعملوا حاجات كارثيه. كوافيرات تعمل بوتوكس وفيلر، وبقول لك على حاجات في خبراء مش عارف عنايه بالشعر. ف
فخذ الشعر، خبراء الشعر وخبراء الاعناب وتطويل الشعر وخش من هنا يطلع من هنا الناحيه الثانيه حاجه ثانيه، وفي ثلاث دقائق بس تخلصي كل حاجه، تخلصي بكل امورك في ثلاث دقائق. في حاجات كتير قوي يعني، ومش عارف ايه جلسات تجميل مش عارف ايه، وجلسات ده في جلسات حرقت والله، في ستات اتحرقت شفتها اتحرقت. انت عارف ان انا شفت، انا عرفت ان في ناس يعني صورت اتنين، واحد تخين وتوأمه رفيع، وقال ان ده قبله وبعد توأم. والله العظيم اه والله. طب مش في نفس الوزن يعني، واحد واحد لا عادي، هم عارفين الولاد توأم وعارفين عادي، صوروا الاثنين وطلعوا صورهم على انه قبله وبعد. والله العظيم، والله العظيم اللي بيفكر في الافكار دي ياخد جايزه، ياخد جايزه اه يعني استاذ اه يعني انا مش هبدا نصب، انا اسف بالضبط يعني. مش عارف بقول لك ايه، خش في الحلقه عشان انا ما دي الحلقه على فكره. خلينا نروح للحلقه. حاضر. الحلقه فيها حاجات افظع من كده، الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ جراحه تجميل الوجه ليست مجرد تغيير الشكل للوجه، ولكن مراعاه مقاييس الوجه هي الحرفه الاولى او المهاره الاولى. طبعا ابيض. ابيض طبعا، ابيض ابيض قوي. اوكي. الوجه اول حاجه ببص عليها في كل حاجه، ابدا ابص بقى بوتوكس ولا فيلر، العظم ماشي ازاي. يعني بالبلدي كده نكلمها بالبلدي عشان تفهم. وشها شكله ازاي؟ وشها مدور، وشها بيضاوي، وشها تريانجلر، مثلث كويس. فدي مثلا واحده وشها مدور، تكبري الخطوط لها، كبر في حاجه مدوره هتبقى شكلك شكله وحش، شكله هيبقى وحش جدا. زي ما قلنا الحاجه الوحيده اللي ثابته في اي جسم بني ادم هي العظم. فالتكوين العظمي للوجه بيحكم عليا حاجات كتير. هعمل ايه بقى؟ ايه الشكل ده ينفع مع ايه؟ طب واحد واحد، الانف دي متناسقه مع الشكل ده، مع شكل العظم، ايه بقى مليانه رفيعه الكلام ده كله. محتاجه بوتوكس، محتاجه حقن دهون، محتاجه شد لاجزاء معينه، محتاجه ان احنا نحدد الرقبه عندها دبل تشين اللي هي اللورد اللي تحته عاوزه يتشفط، يتشفط بس ولا يتشد بس، نحقن بوتوكس في الرقبه، نعمل نيكوتينيك، مقاس رقبتها ايه، لان الوش والرقبه يعتبروا مور اور ليس وان يونت يعني، يعتبروا واحده واحده. فانت بتشوف كل ده وتحللها. فانا تيجي الست تقول لي كلمه مشهوره، وشي مش عاجبني. قلت لها صدقيني وانا وشي اصلا كمان مش عاجبني. يعني هو ايه في الدنيا؟ قولي بس ايه اللي مش عاجبك في وشك؟ وخدها واحده واحده. في الاخر حاجه مهمه جدا، لو قعدت مع الست دي واحده واحده هتعرف هي ايه اللي مضايقها. ان ساعات كتير قوي، ساعات كتير قوي بعمل، الدكتور ممكن يعمل حاجات مش هي دي اللي في دماغها. الوش بالذات مهم للطبيب يعرف ايه المشكله اللي في وجه العيان اللي قدام، سواء راجل او امراه. لان هو في الاخر عنده، هو اللي بيبص في وشه كل يوم. يعني انا ما فيش حد، يعني انا هي بص على وشها كل يوم في المرايه، هي اللي عارفه ايه المشكله اللي بتبص عليها بحيث انها متضايقه. كتير قوي مثلا عيانين تقول لي شيل التجاعيد اللي هنا بس. طب اللي هنا؟ لا مش مش متضايقه منها. طب مناخير بس هي اللي فيها المشكله، اعمل لي غمستين. طيب خدودي متضايقه. انا بقى وظيفتي اقول لها ايه؟ كلمتين، ده ينفع او ما ينفعش. تاني حاجه، شكله هيبقى عليكي كويس او وحش، تشكيل شكل العظم بتاعك او الهيكل العظمي بتاع وشك ينفع عليك الكلام ده وما ينفعش. دول اهم حاجتين، ان في الاول وفي الاخر وظيفتنا، ودي اصعب مشكله، بتلعب بحاجه اسمها بيشنت ساتسفاكشن، الرضا الشخصي. انت مش جاي تعمل زي ده عشان شكل زي يبقى نجحت، او جاي تخلف جبت العيل وطلعت الام والطفل السلام يبقى نجحت. انا مشكلتي ان العيان يمشي من عندي ان هو راضي، وده حاجه صعبه جدا. عشان كده لازم اقعد مع العيان فتره طويله افهم دماغه ماشيه ازاي. ساعات يقول لي طب انت شايف وش، الكلمه المشهوره، انت شايف وش ايه وحش؟ انا شايفك زي الفل، زي القمر. انت بقى شايف ايه في وحش في وشك؟ المفروض انت ما توجهش العيال حاجه معينه الا لو في عيب واضح جدا. بس دي القصه الاولى. جراحات الوجه التجميليه الاخطاء فيها لا تغتفر، خصوصا جراحات عمليات تجميل الانف. ممكن نتكلم برضو
خليها علميا اكتر. ابيض طبعا. ابيض طبعا. دي لو اخطا. انما في حاجه برضه في الكتاب اسمها كومبليكيشن. ما هو ده اللي قلته في الاول. بالظبط. مضاعفات محتمله في العمليه. وعلى فكره في الانف تقريبا ما كملش واحد من الف في الالف يعني حاجه بسيطه جدا. الانف بقى لو سمحت في حاجه انا مش مصنع دي يا جماعه الكلمه دي مهمه انا مش بصنع بصنع بطلع قالب طوب نفس المناخير نفس المناخير نفس المناخير نفس المناخير نفس المناخير مفيش حاجه اسمها كده بس في مدرسه كده في مدارس كده بس يعني بس على فكره المدارس دي على فكره بدات تعدل نفسها بالظبط انا بتكلم بجد يعني انا بتكلم دلوقتي مثلا في لبنان عشان نبقى واضحين بداوا يعدلوا الكونسيبت ده ممكن سبب مشكله دي لبنان بس هم عدلوا نفسهم دلوقتي كويس ان هو بيطلع انت لو شفت 20 واحده المناخير زي بعض وتبقى شكل وشها ايه لا ده هم على فكره كويات الكالسيوم بيعملوا الناس شبه بعضها قوي هي مش هي كمان المشكله مش في كده شكل المناخير كده بس كام واحده لاقي عليها المناخير دي وكم واحده مش عليها المناخير دي طيب اول حاجه تقعد مع العيان بالذات الانف ده انت زعلان من ايه مناخير عريضه من فوق لا هي طبعها ومين النوز الشغل اللي شايفينها دي ان هي عندها مناخيرها طويله ومعقوفه لقدام محتاجه تتقصر وتترفع الكلام ده كله كل ده تيبس لازم ابقى قاعد مع العيان وافهمه هنقول له هنعمل كذا هنكسر العظمه دي هنقلل الحجم هنرفع التيب اللي هي المقدره بتاعت الانف شويه هنصغر فتحات الانف شويه هنعمل ديفينيشن للدوز اوف ذا نوز هنعمل تحديد للانف هنشيل صلمه معينه في حته عظمه زياده محتاجه تتشال كل ده لازم يتحدد مع العين قبل ارجاع الايه؟ العمليه لان الانف الحاجه الوحيده اللي في وش البني ادم 3 دي يعني هي بتشاف من كل الايه؟ الاتجاهات وهي بتظبط الوش عرض وطول وعمق عرض وطول وعمق ليها مقاسات معينه تتوافق مع شكل البني ادم ما بقتش خلاص قالب طوب وبحطه في كل ما فيش حاجه اسمها عمليه بتعمل مع كل عيان خلاص الموضوع ده انتهى التخدير في عمليات تجميل الانف يفضل ان يكون كليا الكلام ده ابيض 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 يفضل لا ولا لازم هو يفضل كلي الا في حالات بسيطه جدا يعني بص على الشفط اغلبته موضعي الا لو انا خايفه الانف كله كلي اوكي في اغلبيه الاحوال وخصوصا يعني مصر بتتكسر العظام الانف عشان نقربها ونلاقي الانف والكلام ده كله مفيش حد يكسر حد هو صحي ابدا اوكي الا في حالات بسيطه عندي حاجه صغيره عاملها بنج موضعي حاجه جاست 10 مينتس او 15 مينتس هتعمل للهامب مثلا هامب حاجه صغيره ده لو مش محتاج بس بحدد بس عشان مش محتاج كسر بعدين أو مش لازم كسر مش محتاجه شغل تاني معاه مش محتاجه شغل تاني معاه اللي هعمله هو اللي هعمله للعيانه ده اللي هيحدد لي هعمل بنج كلي او بنج موضعي دي الاوبن تكنيك بتاع فتح هو مش اوبن يا جماعه هو اوبن للجراح وليس اوبن للمريض انا ما قلتش في الموضوع ده يعني اوبن للجراح يعني انا بشوف الهيكل العظمي بتاع العيان كله بتاع الانف فبقدر اتحرك فيه زي ما انا عاوز واعدل فيه زي ما انا عاوز استعدله بالبلدي كده كويس انما اللي بيبان على فكره ادوات الجراح في الانف لا شاكوش وازمين شاكوش مصغرات ومبغض مصغرات ادويه السمكره يعني مصغرات كلها حاجات في شاكوش سمكره على صغير وفي شاكوش وفي ازميل وفي صحيح بتشتغل على عظم وبشيل حاجات وبعمل حاجات دي بتبرد وبنبرد ونشيل وباخد خشن وباخد نعيم والله كويس فالفكره كلها ان انت هي الدكتور مفتوح هي فاتحه من جوه بقلب الجلد الانف زي الشراب المقلوب انما بالنسبه للعيان الجرح الواضح الحرف البي ده هو في ده واضح هنا في الصوره انما ده ما يكملش عقد دي ما يكملش سنتي 2 مللي والسنين بيقعوا لوحدهم فهي بالنسبه له مش مفتوحه يعني هفتح مناخير هفتح مناخير لا مش هفتح مناخير حضرتك انت ولا فاهم الفرق بين المفتوحه ولا المقفوله المقفوله الفتحه من جوه مفيش فتحه من بره. المفتوحه زاد عليها فتحه من ايه؟ من بره بس. هي دي الفكره. اصبح من الممكن ان اجراء شد الوجه بدون جراحه الان. ده هقول لك بس الناس تفهم يعني ايه شد الوش. شد ابيض الاول ولا اسود؟ رمادي. رمادي. هقول لك بس عشان الناس اصل الناس لو قلت ابيض هتفهم الموضوع غلط انا بقيت مش في مشكله في الناس ان هتخش تلاقي شد وشها كله مره واحده كده بدون جراحه لا. شد الوش بدون جراحه قصده بدون جروح كتير فهمت
في فرق كبير قوي يعني، بدون ما افتح الوش زي زمان والكلام ده كله واشد الجلد والكلام ده كله. ماينور بروسيجر، ماينور فتحات صغيره. بوتوكس ده ما فيهوش فتحات خالص. ساعات بفتح فتحه كده بشد الراس وشد فوق الراس واشد وارفع الحواجب من الجنبين ده بغرز معينه، ارفع الحواجب وبدي الشكل ده فترات طويله. ارفع حاجات معينه كلها فتحات صغيره. املى حتت محتاجه تتملي، الخطين بتوع الابتسامه، الخدود، ارسم خد جديد، سواء املاها بقى بفيلر او دهون واعتبر مش هنتكلم في ده دلوقتي. طيب ديفينيشن للدقن والرقبه والكلام ده كله. خلاص اوكي. الجفون، اشد الجفن العلوي، اشيل الكيس دهون للجفن السفلي، ارفع الحواجب شويه، كل ده بتعمل حاجات بسيطه صغيره. شد الوش لم ينتهي انما تقلص ضوه الا في السن الكبيره جدا. لسبب واحد يا جماعه لازم افهمكم حاجه. وشنا كله مفيش عمليه في الوش ثابته، عشان بس كلمه مهمه. كل عمليه ليها تايم ليميت. ليه تايم ليميت؟ مش عشان عمليه بتبوظ، عشان ما نظلمش دكاتره، عشان احنا بنكبر في السن. ومش هنوقف السن. ايه عمليه الانف؟ عمليه الانف دي ثابته. كلنا بنكبر. وكلنا وشنا بيتغير مع الزمن. طبعا في عوامل كتير، انت بتدخن او مش بتدخن، عايش في بيئه شكلها ايه؟ في عامل خطير وكبير ومهم ومؤثر جدا جدا، التلوث. والتلوث اللي حواليك. التلوث اخطر من التدخين في رايي. الاثنين خلي بالك وشك بسبب كل ده. وشك بسبب كل يعني ده. يعني لا، اصل التدخين ما هو بره وجوه، يعني الاجانب بيدخنوا بس ما بيبانش عليهم زي. طب والله الفيلر بتحقنه في الاجنبيه يفضل سنه سنه ونص، هنا في مصر 3-9 شهور. وطبعا التدخين مضر جدا. لا عجيبة. لكن عامل التلوث احنا ساكتين عليه. مش واخدين بالنا منه. بالظبط زي ما بقول كده، ان السن مش هيقف. فعشان كده عمليه شد الوش بقت اخر اوبشن يتعمل. عشان تعمل ريدو شد وش تاني صعب جدا، فبنستخدم الحاجات السهله واللي تجيب نفس النتيجه والاحسن كمان من شد الايه؟ من شد الوش بدون جراحه. يعني بدون جروح كبيره في الوش. هنروح للمتهم والجاني والبريء، وفيها هبدا بالثدي. والثدي ما اكثر المتهمين فيه والاتهامات التي تحوم حوله في مصر والوطن العربي. خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ في الثدي يمكن ان يرفع، او يعني من يقوم برفع الثدي بدون استخدام الكوهيسيف جل او السيليكون كيف تصنفه؟ هل هو متهم ولا جاني ولا ده بريء؟ لا بص، هو رفعه بعد ايه؟ عندي سؤال بعد السؤال. رفعه من غير سيليكون؟ رفعه وهو صغير ولا صغره ورفعه؟ يبقى متهم لغايه لما نشوف. راح نشوف. يعني هو مجرد صدر فاضي وقع لازم يبقى في سيليكون. خلاص ده بقى سيليكون فات كمان. سيليكون فات عشان ما يديش المنظر اللي واقف كده، يدي المنظر اللي هو التيك اوف بتاع بريست او بدايه السير من فوق، يبقى شكله مش زي زمان اللي هو حاجتين كده وخلاص، يبقى طالع طلعه بتاعته العاديه. مفيش رفع صدر فاضي الا بوع سيليكون. ما ينفعش دهون لوحدها ترفع الصدر. ما ينفعش دهون لوحدها ترفع الصدر. انا بقولها تاني اهو. انما لو صدر كبير ووقع تحت مش محتاج سيليكون، فارفعه وصغر. هي حسب بس هو عمل ايه الموضوع. من يضع السيليكون او الكوهيسيف جيل او الوحده زي ما بتسموها الامبلانت خلف العضله دائما، خلف البكتيريال ميجور دائما. هي مفيش حاجه اسمها خلف العضله دائما ولا خلف الثدي دائما، وفي حاجه اسمها دول برينت كمان بتتحط تحت العضله وتحت الصدر. يعني في كده وفي كده وفي كده. يعني ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده متهم برضه حتى يثبت العكس؟ ولا يعني انا شايفه ان هو على حسب العينه اللي قدامه. يعني اقول لك ابسط مثال، اقسم العينه حطت امبلانت كويس واتعملت في دوله اوروبيه، مش بقول لك بقى في مصر، والامبلانت عمل لها مشاكل، حطت السيد وعمل مشاكل، حطت تحت السيد وحصل فرقع جوه ومش عارف ايه اللي كان بيستخدمه، نوع ما اعرفش فيه، وبعد كده شالوا السيليكون، عملوا عمليه ثانيه في صدرها عشان يرفعوا الصدر من غير ما احط سيليكون، فالصدر وقع. فجت لي قلت لها بص انا هعمل عمليه على مرحلتين، اول حاجه بس لازم احط سيليكون، اكيد مش هحط تحت الصدر لان خلاص بقى المكان ده ميت. فحطيته تحت العضله، فانت حسب الوضع العيانه جاي لك شكلها ايه، ممكن تحط هنا ممكن تحط هنا ممكن تحط بين الاثنين في حالات معينه. على حسب وضع العيانه وحسب الداتا اللي مفيش واحده لغت واحده. مفيش واحده لغت واحده. انما اغلبيه الحالات بيتحط تحت الثدي. او ساعات الاغلبيه حتى اكتر بتحط دول بلين كمان تحت العضله وتحت الثدي. خلينا نروح للجزء الثاني الثالث المهم جدا، الوهم والشك واليقين.
وشك أم يقين. يمكن تصغير السدي أو تكبيره بكل ما بالمقاييس التي تطلبها المريض، مش بمقاييس الجسم نفسه. خلي بالك، وهم ولا شك ولا يقين، ده وهم. ده وهم، ده وهم كبير قوي، ولازم الدكتور يخلي باله ويفهم العيانة كويس. العيانة بتيجي لك لو عندها صدر صغير نفسها تكبر أكبر، خلاص يبقى كبير. يمكن دي مش كتيرة، يبقى الكتير اللي جاي. والنبي يا دكتور لو تشيله خالص شيله. الكلمة دي بسمعها، أنا زهقت منه. الكلمة دي بسمعها باللفظ زي ما بقول لك كده. يا ست الكل ما ينفعش يبقى ولا أقدر أكبره إلا بنسب معينة، ولا أقدر أصغره إلا بنسب معينة. ما ينفعش جسمك عريض وصدرك صغير، أو جسمك صغير وكبر صدرك لدرجة كبيرة. ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها حاجات تناسب عظمك. طب مقاييس صدر إيه؟ التيك اوف بتاع البريست او بدايه رفع البريست 4 صوابع من بتوعك من تحت عظمه الترقبة. لو صدرك بادي من هنا الطلعه بتاعته زي طلعه الطياره كده، زي ما شفت طلعه في الفيلم، طلعه كده، دي اسمها التيك اوف. الحلمه في نص الدراع اللي هو من الكوع لحد الكتف. صدر لازم يملا ايدك واكبر منها شويه وما يوصلش عظم ايدك للقفص الصدري. ده الحجم المظبوط. احنا ده اللي تسمعيه بالنسبه لنا، احنا ليه مقاييس. مقاييس على حسب العظم بتاعك، بقيس من عظمه الترقوه، بقيس من الميد لاين، من النقطه في النص، بقيس وضع الحلمه يبقى فين، حجم الصدر ايه، الناحيه الاكبر من الناحيه. كل ده بناخده في وضع الاعتبار قبل ما نعمل عمليه تكبير او تصغير، مش تبع حضرتك، تبع اللي يناسب حضرتك. اللي عندهم مشكله في التجميل يا جماعه، الناس دول ايرجنت بالنسبه لهم، يعني ما بيناموش الليل، واليوم بالنسبه لهم بيفرق جدا جدا. اليوم بيفرق لدرجه انهم ممكن يتصلوا ب 500,000 انسان عشان يظبطوا ميعاد عشان يروحوا يعملوا عمليه تجميل للانف او للجفون او للوجه او للثدي او لاي جزء من اجزاء جسمهم. طالما بداوا يوصلوا لمرحله الاوبسيشن اللي هو الهوس بالعمليه نفسها، وبدات الديفو يسبب لهم ازعاج شديد جدا، ويبقى كمان معاهم اللي يقدروا يدفعوا ثمن العمليه حقيقه. التجميل عالم مثير للغايه جدا ومهم، ينبغي ان نحترمه والا ننظر له ابدا نظره التهاون مع عملياته، لان عملياته التوغل فيها او الاقدام عليها من قله او مع قله الخبر او مع عدم التخصص هيكون مشاكلها مؤثره على الحياه، مؤثره على وظائف حيويه زي ما بيحصل في عمليات الانف. ضيفي العزيز ابدع كثيرا في هذا الحوار، وكان كالعاده صريحا، وواضح ان الاعداد حط مقاييس اسئله واختار الموضوع طبقا لشخصيتك انت، وعرف يختار كويس. شكرا لك، نورتنا. ربنا يخليك. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور حاتم الصحار كان في ضيافتنا في الناس الحلوه.